الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا عظيم. قال الله تعالى في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه الآيات الكريمات يا أيها الكرام سيقت بعد أن حدث الله سبحانه وتعالى قبلها عما اعتاده أهل الجاهلية من تحريم وتحليل يتعلق بالمطعومات التي أشرنا إليها فيما مضى، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. نبه في هذه الآية الكريمة إلى مسألة خطيرة ينبغي للمسلم أن لا يقلد فيها الجاهليين حتى لا يقع فيما وقعوا فيه، فهم كانوا يتجرؤون ويسرعون في أن يطلقوا على الأشياء أنها حلال أو أنها حرام، أنها تصح أو أنها لا تصح. فالله سبحانه وتعالى عاب عليهم قولهم هذا ونبه من جاء بعدهم من عموم خلقه إلى أن لا يكونوا أمثال هؤلاء. ولا تقولوا أيها العباد لما تصف ألسنتكم الكذب، إنما أنتم تكذبون إذ لا تدرون حكم هذه المسألة فتتعجلون في إطلاقها فتقولون هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إنما غايتكم أن تفتروا على الله الكذب بإطلاق كلمات التحليل والتحريم. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه المسألة يا أيها الإخوة الأكارم في هذه الآية العظيمة التي نحن بصددها ينبغي علينا أن نتمعنها لنعمل بها. الأئمة الكبار من العلماء من أهل الفقه والحديث لما قرأوا هذه الآية صاروا في أمر دينهم، يعني أمر إطلاق أحكام الشريعة، على وجل عظيم. فتراهم إذا بحثوا عن حكم مسألة لم يرد فيها نص صريح من القرآن العظيم أو من السنة المطهرة فاجتهدوا في تبيان حكم لمسألة جديدة لم ينص عليها في هذين المرجعين الأصيلين، فوجدوا هذا الحكم بعد درس وقياس واجتهاد. كثير منهم لا يتجرأ أن يقول هذا الذي اجتهدته من هذه المسألة الجديدة هذا حلال أو هذا حرام. قال ماذا كانوا يفعلون؟ كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا سئل عن مسألة تحتاج إلى اجتهاد، إلى بذل الجهد وإلى قياس حكمها على غيرها لاستنباط حكمها، ووجد أن حكمها مثلا هو من باب الحرام، ما يستطيع أن يتلفظ بكلمة الحرام اجتهادا منه من شدة ورعه وخشيته لله وخوفه أن يقع في هذا الوعيد. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكان يقول أكره هذا، هو يعني أنه حرام لكن لا يتجرأ أن يقول حرام لأنه اجتهد اجتهادا في المسألة، فلا يتجرأ فيقول أكره هذا. وإذا اجتهد فقاس المسألة فبانت أنها حلال لا يتجرأ أن يقول هذا حلال مطلق كأنه هو الذي يحلل ويحرم، فيقول لا بأس بهذا.
وصرنا في عصر صار طغام الناس وغوغاؤهم، ومن لا يعرف كوعه من بوعه يقول هذا حلال وهذا حرام، افعل هذا فهو حلال واصنع ذلك فإنه جائز وأترك ذلك فهو حرام، حرام لا تفعل ذلك فهو من الكذا من الذنوب من الكبائر، وهو لا يدري ما مستنده فيما يقول ومن أين جاء بهذا الكلام الذي ينقله للناس، ويكون بينه وبينهم هو الناقل وهو المبين لحكم الله فيأخذه على مسؤوليته ويسترخص أن يقول هذا حلال وهذا حرام. بين الحين والحين نسأل مثلا عن بيع التقصير، ما يسمى بعصرنا ببيع التقصير، وقديما الفقهاء سموه البيع إلى أجل، فترى كثيرا من الناس نسمعهم يقول هذا البيع حرام، مو يزيد بسعر السلعة فإذا حرام، هذا ربا. من قال لك هذا؟ من أين تفتي بهذا؟ قال إيه ربا. طيب من علمك هذا العلم العظيم الذي تفتي به أنت؟ من أين؟ قال إيه نعرف أنا بقدري بعقلي بكذا. لا إله إلا الله. هذا البيع أنا أضرب مثالا، آتي بمثال وغيره، هذا البيع لا حرج فيه أبدا، إن بين البائع أنني سأبيعك مثلا إلى سنة هذه الطاولة ثمنها الآن حالا يعني نقدا نقول له الآن 100، وثمنها إلى أجل يعني نقول له بعصرنا التقسيط 200، فأيهما تريد؟ قال أشتري إلى أجل، إذن بعتك إلى أجل يعني بعتك بالتقسيط 200. قال إباعه أكثر، أدري أن باعه أكثر، هو باعه غشا؟ قال لا. زورا؟ قال لا. خداعا؟ قال لا. طلب منه أن يقرضه مالا ثم يرده إليه زيادة؟ قال لا، هذا بيع وشراء، إيه إنما البيع عن تراض، فإذا توافق الطرفان فلا حرج عليه. ولم يذكر أحد من أهل العلم من السلف أن هذا البيع حرام على الإطلاق، فيأتي بعض الطغام كما قلنا ليقول هذا حرام، هذا ربا، هذا يزيد في السلعة. أي سلعة هذه؟ أي قياس تقيسه ما بين القرض وما بين البيع وأنت لا تفقه بينهما شيئا؟ تراه إذا رأى خبزة في الطريق احملها، احملها، حرام، هذه حرام وجودها في الطريق. أما هو أن يأكل طعاما يكلف آلاف فيسرف به فيزيد فيلقيه على المزبلة باقي الطعام ما عدا الخبز فلا حرج. كم ترون من الرز والبرغل وأمثلة كثيرة موجودة على قارعة الطريق، لا يقول هذا حرام حرام. لماذا تقول؟ لأنه جاهل أبتر، لأنه يقول لما يصف بلسانه هذا حلال وهذا حرام ليفتري على الله الكذب. من قال لك؟ قال يعني حلال كب الخبز دوس عليه، لا تفهم بالمقلوب رحمك الله. دائما أنا أنبه على هذه المسألة، لا تفهم بالمقلوب، هذه نعمة ولكن ليست هذا الشأن العظيم، وأنت في غيرها تصنع عشرة أضعافه وتقوم بما هو أخطر منه بمئة ضعف ولا تلتفت إلى أنه حلال أو حرام، تكذب في اليوم 100 كذبة ولا يخطر ببالك أنه حرام، وتغش 100 مرة ولا يخطر في بالك أنه حرام، وتنظر إلى النساء ليل نهار ولا تقول هذا حرام. أما الخبز على قارعة الطريق فهذا حرام، احملها يا ابني، حرام، ما تجوز. كل هذا، كل هذا والمحرمات والكبائر التي تجنيها ليست حرامان؟ أم أن الأمور رخيصة كما قلنا؟ بل بعض الكرامية، بعض أصلحه الله، ماذا أقول؟ أسأل الله أن يكون كراما، حينما يفتي أيضا من عقله يكون في مجلس فيتطارحون الكلام، والله صنعنا هذا الشيء، فيقول إيه هذا ما فيه شيء، هل سمعت ذلك من عمل من ثقة؟
قال لا. هل أنت من أهل العلم والاطلاع لتحكم به؟ قال لا. عندك في أصله كلام من كلام الله دليل؟ قال لا. من أين تقول؟ قال أنا بعرف، أنا عندي علم، عندي معرفة. هذا حلال افعله، يجلس في مجلس أخر، هذا حرام لا تفعله. ثم يضع يده على رقبته التي تحتاج ما أدري لماذا. فكأي رقبة لك يا أيها الإنسان، وأي حلال وأي حرام تفتي به رحمك الله ورحمني معك ورحم المسلمين، لما تتسرع في الكلام؟ لما هذا حلال وهذا حرام؟ وبخاصة إذا رأوا طالب علم وكان المجلس يشتمل عليهم معه، يريد كل منهم أن يظهر أنه أيضا يعلم، بس الشيخ بيعرف، كل عندنا مفتي، هاي حلال هاي حرام، شيخي مو هاي حرام؟ طيب من أدب المجلس أن تقول يا أستاذ ما حكم المسألة؟ مو هاي حرام هاي حلال؟ إيه أعطيت الحكم، انتهيت، انتهى الأمر، انتهى، لما تسأله إذا؟ أنت تقول أنها حرام وأنت مفتن كبير، لما تسأله بعد ذلك؟ مو هاي حلال؟ خلاص أنت أعطيت أنها حلال، انتهى الموضوع، لما تسأل؟ قال ماذا أقول؟ أقول ما حكم هذه المسألة في دين الله، في شرع الله؟ لا أتصدر أنا لبيان أحكام الشريعة إذا لم تكن عندي أهلية لذلك. كما قلنا إن كان هؤلاء الأئمة الأجلاء كالإمام مالك وغيره من الأئمة يتورعون، فلا يستطيعون إطلاق لفظ الحرام أو الحلال، لأنهم قد قاسوا المسألة، فلعلهم يخافون على أنفسهم أن يخطئوا فيقعوا في شرك كبير وبلاء عظيم. بعض الإخوة مرة من المرات أذكر جاء بشراب منتشر بين الناس الآن يدعى شراب الشعير، فقال ما حكم هذا؟ يسألني، وأنا كنت قديما منذ أكثر من 15 سنة لما كنا في دراستنا، مر معنا شيء يتعلق بهذا، وقد سألنا بعض أهل العلم، وهذا الرجل العالم الذي سألناه قد بحث عن هذه المسألة بنفسه. هذا الرجل كان له معرفة بأناس يشتغلون به مخابر التحليل الكيميائية وغيرها، فأخذ بعينات من هذا الشراب الذي انتشر الآن، شراب الشعير، أخذ عينات وذهب بها إلى المخابر التي تحللها، فبعد أن حللوها وجدوا هذا ما يقوله ذاك العالم الذي سمعت كلامه وأذكره تماما. قالوا لي إن نسبة الإسكار فيها تبلغ كذا فاصلة 0%، أقل من يعني 0 فاصلة دون الواحد، أقل 0.2 هكذا بهذا التقدير. وجدوا هذا متفاوتا بين شراب وشراب، بخاصة ما يسمى بشراب الشعير. على كل، قالوا جميعا أن فيه نسبة إسكار ولكن قليلة جدا. ما يعني ذلك؟ يعني أن الإنسان لو شرب مثلا قد يكون 20 قنينة من هذه لعله يسكر، أما إن شرب واحدة أو 2 قد لا يحس بها أصلا. لو شرب 20 أو 30 يسكر مثلا. فما حكم الشريعة في ذلك؟ هذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا كما تعلمون هو لفظ نبوي، ما أسكر قليله فكثيره حرام، وكذا ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال أهل العلم من القديم ولو قطرة منه. جاء الناس لينقلوا لنا كلاما عن فلان عن فلان، إيه هذا حلال؟ طيب يا أخي أليس فيه شيء من الإسكار؟ قال نعم، إيه هذا حلال. الأمر يرجع إلى من قال، ولكن هذا مثلا ما سمعته ونقلته. فعلى كل، حتى لو قال فلان أنه حلال، أنا لا يطيب لي إن سئلت أن أقول لصاحبي الذي يسأل عن اشرب منه، أقول يا أخي احذر منه، على قل الأحوال فيه شيء من الشبهة،
لا تطيب نفسي بأن أقول عنه أنه حلال، لأن فيه إسكارا ولو كان قليلا جدا، والحديث كما قلنا يشير إلى ذلك. يقول قال فلان وقال فلان بأنه حلال. إذا قال فلان هل قوله حجة على الأقوال النبوية أم الأقوال النبوية حجة علي وعلى فلان؟ أم أن الإنسان كما قلنا يتسرع بإطلاق الحلال والحرام على المسائل؟ العاقل متثبت ورع دقيق في النقل يخشى أن ينقل عن مسألة حكمها إلا أن يكون متأكدا. قال إيش الفرق؟ قد يقول بعض الناس عن مسألة أنها حرام وهي في حقيقتها مكروهة مثلا. فمثلا الإسراف في ماء الوضوء ما حكمه؟ العلماء من قديم بناء على ما ورد من أحاديث في هذه المسألة قالوا إن الإسراف في ماء الوضوء مكروه. يأتي بعض الإخوة مثلا فيقول لا تسرف، الإسراف حرام. طيب هل الإسراف حرام أو مكروه؟ أقول لك حرام. طيب ما الفارق بين الحرام والمكروه في تفصيل أهل العلم؟ قد لا يعرف هذا الإنسان. قال إيش الفارق؟ الحرام إذا قلت هذا الشيء حرام معناه أنك إذا فعلته ستعذب عليه في نار جهنم إلا إن تبت إلى الله. دائما باب التوبة فتحه الله ما فتحه العباد، إلا إن تبت إلى الله صادقا. أما المكروه فإنك إن فعلته لا تعذب عليه بنار جهنم، قال لك تعاتب على فعلك إياه، تسأل يوم القيامة لما فعلت هذا، لكن لا يؤخذ بك إلى النار من أجل هذا الفعل. يعني إن أسرفت مثلا في ماء الوضوء أيضا لا أعني أنك تسرف، إذا سمعنا مكروه معنى أسرف لا، ولكن لو فهمنا ما الحكم، أنا ارتكب ذنبا وعذب عليه لو أسرفت؟ لا يا أخي. فهذه المسألة إذن دقيقة، حينما أقول حرام ينبغي أن تعرف هذه حرام سأعذب عليها أنا، وبالتالي قلت لهذا الإنسان ويفهم مني أنني سأعذب في النار على فعلتي هذا أو مكروه. هذه المسألة جائزة بقول لك بجوز، ما المعنى يجوز؟ يجوز يعني أنك لو فعلته فلا إثم عليك، وهو يقصد أنه يجوز أنها فرض. لك يا أخي في فرق كبير بين هذه فرض وأنها تجوز. إذا وضعت أمامي كأس ماء الآن وأردت أن أشرب منها الآن فما حكم المسألة؟ جائز، يجوز لي أن أشرب ويجوز لي أن لا أشرب. فإذا جاء إنسان محترم فقال فرض أن تشرب، لازم تشرب، ليش لازم أشرب يا أخي؟ من أين فرضتها؟ من أين؟ وهكذا كل مسألة ينبغي للإنسان المسلم إذا طرقت سمعه أو إذا كان يتكلم بها أو عنها مع أصحابه ألا ينطلق في توصيفها بتحليلها أو تحريمها إلا أن يكون على بينة من أمره جعلنا الله تعالى على نور وهدى في شؤوننا جميعا. الحمد لله رب العالمين. إذا واحد وضع قرآن بإجره وضع يعظم القرآن لا خلاص بالله يا